فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. المسألة الثانية في بيان معناه وهو الجواب عن الإشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير مقدار 4 أصابع فأقل، وهنا نهى عنه واعتبره من تشبه بالأعاجم، قد نهينا عن التشبه بالأعاجم. فالشيخ يوجه هذا بأن المراد استعمال الحرير على شكل يتخذه الأعاجم خاصا بهم، وأما ما خالف فيه الأعاجم فلا بأس به في حدود ما رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العلم في الثوب. نعم. الترخيص في قليل الحرير قد يؤخذ منه ما يقول بعض الناس بالترخيص في قليل الربا؟ لا، هذا الشيء وهذا الشيء، الربا لا يباح منه لا قليل ولا كثير. أما الحرير، الحرير أبيح للنساء وأبيح للرجال عند الحاجة، أما الربا فلم يباح في حال من الأحوال. نعم. قال رحمه الله: والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه، وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. نعم، فهذا يوضح أن المراد بالحرير في أسفل الثوب وعلى الكتفين أنه المراد على صفة ما تتخذه الأعاجم، لأننا نهينا عن التشبه بهم، وعليه فيكون قوله في أسفل الثوب تقييد وليس هو وصفا فرديا، وإنما هو تقييد للنهي، يعني فينهى عن يسير الحرير، ينهى عن الحرير اليسير إذا كان في أسفل الثوب على شكل ما تتخذه الأعاجم.